الحمد لله اليوم كان هذا الاستقبال اللي هو استقبال كبير وكيخلينا اننا نتحفزوا نخدموا اكثر، وكنشكروا ساكنه مدينه اكادير كلها اللي جات اليوم احتفلت بنا هذا الاحتفال الكبير اللي ما كناش صراحه عارفين بانه غيكون هذا الكم ديال الناس. كنشكروا جمعويين اعلاميين وكذلك الناس ديال المجلس وكل واحد حضر معنا وناب على المدينه، كنقول لهم شكرا. كنشكروا كذلك ما ننساش الجامعه الملكيه لرياضه الاشخاص في وضعيه اعاقه لانها اهتمت بهذه الرياضه. كنشكروا المدرب والناخب الوطني الشاب عثمان نجمي، كنشكروا الرئيس ديال الوفد اللي هو بدر الدين صلبي، كنشكروا جميع اللاعبين كل واحد بالاسم ديالو. كنا تمنينا هذا الترحيب يكون ديال الدراري كاملين ولكن الله غالب، كنوبوا عليهم وان شاء الله يكون غير الخير. شكرا لكم. أصغر لاعب في البطولة في كأس أفريقيا، والحمد لله حققنا المرتبة الثانية. كنا نحققوا المرتبة الأولى ولكن بعض الظروف الحكام ودازت المسابقة جد رائعة. كنشكركم على الاستقبال، هذا استقبال جد رائع، شكرا بزاف. كيفاش شكل الاستقبال ديال اليوم؟ استقبال رائع جدا وكنشكركم بزاف على هذا الاستقبال هذا. اسمي ياسين أباحو. السلام عليكم، ياس أكدال حارس المنتخب الوطني اللي ما بطري الأطراف. المشاركة ديالنا في مصر كانت جد شريفة، جد جيدة، قدمنا فيها أداء جيد، حكينا فيها البالون كما كيقولوا كما كنقولوا بالمغربية ديالنا. شرفنا الرايا وشرفنا الملك ديالنا تما، طلعنا الدرابو في الديار المصرية. بالنسبة للمباريات كما قلت لك تفوقنا عليهم، تفوقنا فيهم بزاف، يعني اي منتخب جا قدامنا كنا كنلعبوا عليهم كره، كنحكوا معاهم كره. تفوقنا على البلد المنظم اللي هو المنتخب المصري، وتمكنا من تاهل كاس العالم 2026. وفي الدور النهائي ما صعبناش الحظ، خسرنا مع المنتخب الغاني 2-1. يعني البلاد مونتي ما كانش سهل، يعني فريق اللي هو قوي بزاف، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله في الاستحقاقات الجايه ان شاء الله لما لن نفرحوا بهذا اللقب هذا، ونفرحوا الشعب ديالنا ونفرحوا الملك محمد السادس وهذا الشيء اللي كان الحمد لله. فيما يخص الاستقبال ديال اليوم؟ بالنسبه للاستقبال يعني كنشكروا اي كاع المنابر الاعلاميه اللي استقبلوا اليوم والشعب والناس ديال اكادير، وبالنسبه للمسؤولين ديال البلديه تا هما كنشكرهم بزاف اللي حضروا معنا اليوم. الحمد لله فرحنا بزاف بهذا الاستقبال وان شاء الله نزيدوا بالنسبه للاستقبال في مصر. بالنسبه للاجواء تما يعني البلد اللي رحب بينا، الناس فرماء يعني رحبوا بينا احسن ترحيب، والحمد لله كنشكرهم على اي حاجه قدموا لي تما. رغم انه في النهائي في النصف في الربع النهائي المنتخب ديالهم كان يعني ما احترموناش وحاولوا انه ينيرفونا وسط الماتش وشحال من حاجه، ولكن داك الشيء حنا تجاوزناه وكنبقاو خوت وهذا الشيء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.